السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة، وإن شاء الله اليوم راح نكمل الجزء الثاني من الكارديو فاسكولار سيستم، جهاز القلب والأوعية الدموية أو يختصر بجهاز الدوران. حكينا بالجزء الأول من الكارديو فاسكولار سيستم عن مكونات العامة للجهاز القلب والأوعية الدموية، حكينا عن البلد، حكينا عن الهارت. اليوم راح نكمل بجزئية البلد فيزل اللي هن الأوعية الدموية. بداية كإنترودكشن، اكيد بنعرف البلاد فيزل هي عباره عن كلوز ديليفري سيستم. كلوز ديليفري سيستم تبدا بالقلب وتنتهي بالقلب. زي ما استذكرنا في التشابتر السابق، حكينا عن الدوره الدمويه، فصلناها منين تخرج، منين تبدا، منين تنتهي. فلاحظنا انه هي بتبدا من القلب، تمر عبر انحاء الجسم كافه، بتروح على الخلايا، بتفوت على الخليه، بتطلع من الخليه، ولكن بالنهايه راح ترجع تصب بالقلب. فهي عباره عن نظام مغلق بيبدا بالقلب وبينتهي فيه. بالنسبة للبلد فيزل، في عندنا ثلاث أنواع رئيسية اللي هن الأرتيري، وفي عندنا الكابيلاري، وفي عندنا الفينز. تعرفنا على الفين اللي هي عبارة عن الأوردة. الكابيلاري هي عبارة عن الشعيرات الدموية الصغيرة، هي نهاية الأوعية الدموية سواء كانت وريد أو سواء كانت شريان. في عندنا الأرتيريز. الأرتيريز ضروري نميز بينها وبين الأتريا اللي امبارح كانت هي عبارة عن الأذين، تمام؟ فلما نحكي الارتري، عفوا ارتريز، هون نحن بنحكي عن شرايين. امبارح كانت او المحاضرة السابقة كانت عبارة عن الاتريا اي الاذينات. اليوم خلينا نركز على موضوع الارتريز. لما يصير في عندنا الهارت كونتراكت، لما يضغط القلب، لما يصير في عندنا انضغاط او انقباض لعضلة القلب، طبعا البلد is forced out the ventricle، راح يطلع، راح يبلش ان خروج الدم من الventricles. المحاضرة الماضية حكينا ventricles يعني بطينات، ضروري المصطلحات هاي نميز بيناتها. فلما يصير في عندنا contract، راح يطلع عندنا الدم من الventricles into large artery. فأول شغلة أو معلومة راح نعرفها انه اتصال الشرايين بيكون بالبطينات. فالبطينين راح يصير في عندنا لارج ارتري. وليش لارج؟ زي ما حكينا امبارح، جدار الارتري او عفوا جدار الفنتريكل بيكون اثخن من الاتريا. فلارج ارتري لحتى يتحمل كمية الضغط او كمية الدم المضغوطة من قبل البطينات. then to small arterioles، ببلش عندنا الأوعية تتضيق أو الشرايين. خلينا نكون هنا دقيقين بالكلام بما أنه عم نحكي عن artery، فبصير عندنا arterioles اللي هي الشرينات، بيكون أصغر من الشرايين، وبتنتهي بالكابيلاري بيد. الكابيلاري بيد هسا بنحكي عنها أو بنشوف في عندنا صورة بتوضح شو معنى الكابيلاري بيد. الكابيلاري بيد هي نهاية الشرايين ومنطقة اتصال الشريان مع الوريد. طبعا الدم رح يصير في عندنا تبادل ما بين الشريان وما بين الوريد عن طريق ما يسمى بالكابيلاري بيد. درينج اوف بلاد ثرو فينيول ذن انتو فين فينز ذات التيميتلي امتي ان ذا هارت. هاي ملخص الدوره الدمويه كامله. يعني الدم بعد ما يوصل الكابيلاري بيد، هي منطقه التقاء الشريان مع الفينز او الوريد، بيروح الدم، بصير فيه له ارتشاح عبر الفينيول. هلا بدنا نجي بالعكس، الفينيول هو الوريد، بيسموه باللغة العربية التصغير لكلمة وريد، بعدين بيتجه نحو الفين اللي هو الوريد الأكبر، زي ما اتفقنا احنا المرة الماضية اللي هو وريد أجوف علوي وريد أجوف سفلي اللي هن superior vena cave و inferior vena cave، ومنها بيروح إلى الهارت. طبعا الارتريز diverge whereas veins converge. الارتري لما تتشعب بتكون عندنا الفينز عم تتجمع، يعني لما تتشعب الارتري الشرايين بيكون في عندنا منطقة الكابيلاري بيد، بتبلش عندنا تتجمع الأوردة. يعني هي نظام متكامل من العمل ما بين الشرايين وما بين الأوردة. هاي الصورة بتلخص لنا كامل الحكي اللي حكينا. هاي عندنا الارتري، تمام؟ هون ببلش عندنا الدم يطلع من القلب، راح يخرج الدم. خلينا نقول هون في عندنا بطين اللي هو الفينتريكلز، بعد هيك راح يمشي، في عندنا هاي لارج ارتري عشان يتحمل الدم، بيمشي بيصغر بيصغر بصير ارتريولز. هاي هون عندنا شايفين كيف صارت او الشرايين صغيره. هاي عندنا الكابيلاري بيد،
اللي هي منطقة التقاء الشريان بالوريد. وزي ما بنلاحظ دائما بيميزوا هما بالصور اللي هو الشريان بيكون باللون الأحمر والوريد باللون الأزرق. هلأ بنعرف ليش. هاي منطقة التقاء الكابيلاري، كابيلاري بيد منطقة التقاء الشريان مع الوريد، برد بيرجع. هي هون شايفين صار في عندنا تشعب دايفيرج، تشعب للكابيلاري، بيقابلها كونفيرج، بصير في عندنا التقاء او بصير في عندنا يتلملم عندنا، بتحول لفينيولز، بعد هيك بصير في عندنا الفينز اللي هو الوريد، بيرجع الدم لعند القلب. لاحظ هون بالفين معلومة هاي لكم، في عندنا اشي هون، في عندنا استراكتشر مش موجود بالارتري. حدا بيعرف شو هذا؟ هذا عبارة عن صمام، او هاي صمامات خفيفة، مش مثل الصمامات الموجودة بالقلب. هاي بتمنع رجوع الدم عشان الدم ما يرجع. احنا بنعرف انه الصمام هو مخرج بمنفذ واحد، يعني بخلي الدم يعبر بمنطقة باتجاه واحد، ممنوع انه الدم يرجع الى الوراء. ففي عندنا بالوريد بيكون في عندنا، وهي خاصة بالوريد مش موجودة بالشريان، لانه الشريان خلص الدم رح يمشي مضغوط رح يمشي، فعشان ما يرجع الدم بالوريد بيكون في عندنا احنا هون الصمام. طيب اذا بدنا نحكي عن structure للبلد فيزل، الوعاء الدموي هذا كوعاء، شو structure تبعه؟ The wall of the blood vessel is composed of three layers. في عندنا مكون من ثلاث طبقات. البلد فيزل هاي الأوعية الدموية مكونة من ثلاث طبقات. مصطلح تونيكا هذا مصطلح خاص بالأوعية الدموية، بنحفظه ونفهمه انه هذا خاص بالأوعية الدموية. في عندنا الانتيما من ان اللي هي يكون طبقة داخلية الانر انتيما، في عندنا الميديا جاية من ميديوم او ميدل بالوسط، وعندنا الادفنتيتيا هاي الطبقة الخارجية. تمام؟ فزي ما قلنا الانتيما هي عبارة عن inner most layer contains simple squamous epithelium called endothelium continuous with the heart endothelium. طيب خلينا نشيل الخطوط ونشوف شو حكينا. الانتيما زي ما اتفقنا هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن الطبقة الداخلية. ضروري نعرف مكوناتها، هي سكواموس إبيثيليوم. بيجينا أسئلة عن طبيعة الخلايا اللي موجودة فيها أو التيشو اللي موجود فيها. هي عبارة عن سكواموس إبيثيليوم، وبما أنها هي الداخلية فرح تكون أكيد متصلة بشكل مباشر مع الإندوثيليوم تبع الهارت أو عضلة القلب، العضلة كعضلة عم بحكي أنا. بالنسبة للطبقة الأخرى اللي هي الميديا، the middle layer consists of smooth muscle. smooth muscle عوين بيودينا؟ بيودينا على chapter muscle. شو وظيفة smooth muscle؟ دائما smooth muscle هي مسؤولة عن الحركة، وبشكل عام بشكل عام دائما الطبقة الوسطى سبحان الله من أي عضو بجسم الإنسان، الطبقة الوسطى من العضلات هي بتكون مسؤولة عن الحركة. الطبقة الداخلية مسؤولة عن غذاء، مسؤولة عن توصيل لباقي الطبقات، والطبقة الخارجية دائما سبحان الله بتكون هي عبارة عن حماية. فهيك مكون جسم الإنسان. فالطبقة الداخلية أو عفوا الطبقة المتوسطة الميديا اللي احنا عم نحكي عنها مكونة من سموث مصل، فإلها علاقة بالحركة، وفيها إلاستين. يا سلام، إلاستين هاي مشان مرونة حركة الشريان او الوريد. خلينا نحكي احنا عم نحكي عن بلاد فيزل بشكل عام. الالاستين دائما وظيفته ان هو بيامن المرونه، مشان هذا الوعاء الدموي يتمدد ويتقلص بشكل مرن وبشكل مناسب. مشكله هون لما يكون في عندنا نقص بالالاستيسيتي او بالالاستين اللي موجود عندنا بالبلاد فيزل، بصير في عندنا امراض مثل تصلب الشرايين وامراض القلب والاوعيه الدمويه بشكل عام. فنقص الالاستين هو اكثر عامل مسبب. طبعا في عوامل اخرى اللي هي زي الليبيد ديبوزيشن، لما يتراكم عندنا الليبيد بالوعاء الدموي بصير في عندنا مشاكل، بيعيق مرور الدم، بيعيق الحركه الانقباض والانبساط للوعاء الدموي نفسه. في عندنا ادفنتيتيا اللي هو الطبقه الخارجيه، طبعا هي اوتر لاير، مكونه من الكولاجين فايبر، من الياف الكولاجين، انيرفيتد وذ نيرف فايبر and certain area of with tiny blood vessel called visa varosum. شو هاي الفيزا فاروسوم؟ اول شغله الطبقه الخارجيه احنا قلنا هي دائما بتامن حمايه،
طيب هون في لها كمان وظيفة، بما انه في لها فيها كولاجين فايبر، هي انرفيتد، كثير مهمة هاي الكلمة، خلينا نلونها بلون ثاني. شو يعني انرفيتد؟ سيبونا من كلمة ان او اول حرفين ان، نيرف، نيرف يعني عصب، انرفيتد يعني هي مغطاة بالاعصاب او مليئة بالاعصاب، يعني داخل فيها الاعصاب، فهي منطقة استقبال الاشارات العصبية اللي جاية من الدماغ. طبعا الدماغ هو المركز الاساسي اللي بيودي التعليمات لانحاء الجسم، فلما يودي الجسم او الدماغ لما يودي اشاره للاوعيه الدمويه بتوصل لهاي الطبقه اللي هي الادفنتيتيا الخارجيه، بيوصله الاشاره انه مثلا انقبض للوعاء، انه انقبض او انبسط، فبتتم عن طريق التكامل بالجسم ما بين الدماغ وما بين الطبقه الخارجيه من الوعاء الدموي اللي هي الادفنتيتيا بشكل خاص يعني. طبعا بيقول انه هي تلتقي مع تايني بلاد فيزل بسموها فازا فاروسوم. طبعا الفازا فاروسوم هي عبارة عن جزء من الأوعية الدموية الدقيقة جدا، مش بكل أنحاء الجسم موجودة، موجودة ببعض الأوعية الدموية الرقيقة، مركز على كلمة تايني بلاد فيزل، فالتايني بلاد فيزل بيكون فيها ستراكتشر يسمى الفازا فاروسوم. طيب هاي عندنا الطبقات زي ما بنشوف، في عنا هاي الطبقة الخارجية اللي بنسميها تونيكا اكسترنا، زي ما قلنا التونيكا هي مصطلح خاص بالأوعية الدموية اللي هي نفس الادفنتيتيا، وفي عندنا الميديا الطبقة المتوسطة، وفي عندنا الانتيما هاي الطبقة الداخلية، هاي الطبقة المتوسطة، وهاي الطبقة الخارجية. طيب نحنا بدي احكيكو شغلة، انه فينا نميز من هاي الصورة كيف انه نعرف انه هذا شريان ولا وريد. بكل بساطة في عندنا اكثر من شغلة، اول اشي ممكن اللون، انه هذا لونه ازرق، احنا زي ما اتفقنا انه اللون الازرق هو خاص بالوريد فينز، واللون الاحمر خاص بالارتري. وشغلة ثانية الشغلة اللي نبهتكم عليها اللي هي وجود الفالف، هذا هو الصمام، وجود الصمام خاص بالوريد وليس بالشريان. هاي نفس الصورة بيوضح لنا طبقات الأوعية الدموية. طيب أنواع البلود فيزل، البلود فيزل إلها أنواع زي ما اتفقنا، احنا قلنا ثلاث أنواع اللي هن الكابيلاري والأرتري والفينز. بداية راح نبدأ بالأرتيريال سيستم، سميناه أرتيريال سيستم لأنه راح نحكي عن كل الشرايين اللي موجودة بالجسم. طبعا هي مقسمة إلى ثلاث جروبات، في عندنا الإلاستيك أرتري، في عندنا الماسكولار أرتري، وفي عندنا الأرتريول. شو وظيفة كل واحدة من اسمها؟ الإلاستيك أرتري هي بالغالب بتكون لارج وبتكون ثيك وولد إنر هارت، بتكون ثخينة وبتكون كبيرة. مثال عليها، أشهر مثال عليها هو الأورطة، كثير مهم نعرف شو هو الأورطة. الأورطة هو الشريان الأبهر، هو أول شريان بيخرج من القلب، بيطلع من البطين الأيسر، من الليفت فينتريكل. طبعا نوعه هو إلاستيك أرتري، وفيه من اسمه إلاستيك فهو مليء بالإلاستين، وزي ما قلنا الإلاستين بيأمن المرونة للشريان. في عندنا الجزء الثاني اللي هو الماسكولار أرتري، من اسمها ماسكولار فهو يعني بيكون متصل مع العضلات بشكل أساسي، أو مثلا بأنحاء الجسم، يعني باقي أنحاء الجسم بيكون أغلبها ماسكولار أرتري. بيكون هذا ديستال بعيد عن القلب، تو إلاستيك أرتري ثيكست ميديا، بيكون أثخن من الإلاستيك، with more smooth muscle، يعني هذا بيجمع الشغلتين، فيه الإلاستيسيتي وفيه السموث مسل. زي ما قلنا ماسكولر او سموث مسل، هون بنحكي احنا عن شيء له علاقه بالحركه. exposed constriction and dilation، بصير في له constriction انقباض، وبصير في له dilation اكيد بده يتحمل ضغط الدم. they deliver blood to all organ in the body، زي ما حكيت لكم انه هذا بيامن انه يوصل الدم الى باقي انحاء الجسم، الى كافه الخلايا، العضلات، العظام، الى اخره. عندنا اخر اشي اللي هو الارتريول، من اسمها ارتريولز عم نعمل تصغير، اللي هي الشرينات،
تصغير للارتري، هي نهاية الشرايين. اليومين دايمتر رينج تقريبا 0.3 مليمتر، كثير 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 بتكون دقيقة، بتكون صغيرة جدا، بتوصل لعشرة مايكرومتر، يعني كثير كثير رقيقة أو صغيرة. The smallest end to capillary bed، يعني هي آخر إشي بتوصل من الشريان لحتى يوصل للكابيلاري بيد. الفينوس سيستم اللي هن نظام الأوردة consists of venule and veins، فيها الفينيول اللي هن الوريد الصغير أو الوريد بيسموه باللغة العربية، أو وفي عندنا أيضا الفينز اللي هو الوريد كمصطلح وريد. بداية في عندنا الفين هو أكيد large and medium، حجمه بيكون large أو medium، كبير أو متوسط. usually have three tonics، tonic هي جمع تونيكا اللي هي طبقة، وهي خاصة زي ما قلنا بالأوعية الدموية. the wall are thinner، the lumen are wider than those of the corresponding artery. طبعا احنا نعرف انه جدار الأوردة بيكون thin أكثر من الشريان، الشريان بتحمل ضغط طالع من القلب، الوريد لا بيجمع الدم وبيوديه للقلب، فالجدار طبيعي يكون أرق من جدار الشرايين. they are called the blood reservoir، هو مستودع للدم، هو اللي بيجمع الدم من الجسم بيرجع للقلب. فهاي يعني فروقات ما بين الشرايين والأوردة. because at any time they contain about 65% of blood، يعني 65% من البلد بيكون موجود بالفين، يعني الأوردة بتحوي دم بوقت معين، بأي وقت مثلا بيكون في عندنا نسبة، احنا قلنا الدم من 5 لـ 6 لتر، تقريبا 65% من هاي النسبة بتكون موجودة بالأوردة. vein are adapted to return blood to the heart. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه انه كيف هذا الفين بيجمع الدم وبيرجعه، طب شو الآلية اللي بتخلي انه هذا الوريد يرجع الدم؟ اوكي احنا بنعرف الشرايين هي عم تضخ الدم عن طريق الضخة او البمب اللي بتطلع من القلب، فبيؤدي الى انه تندفع الدم الدماء داخل الشرايين. طب الوريد كيف بيرجعها؟ بيرجعها عن طريقين كثير مهمة، هاي ركزوا معي. في عندنا وايد اليومن، طبعا السطح الداخلي وليس الخارجي، السطح الداخلي مسطح الداخلي للوريد بيكون عندنا عريض كثير، بيكون وايد، ففي مجال ما في مجال انه يكون في عندنا مقاومة لجريان الدم فيه. ونحن زي ما بنعرف السطح الداخلي للأوعية الدموية بتكون زلقة، فبيمشي فيها الدم بكل سلاسة، هاي الإنسان الطبيعي وليس المدخن أو اللي عنده أمراض ثانية. فحركة الدم ضمن الوريد بتكون كثير زلقة، وبتكون يعني ما فيش مقاومة، كون الجدار تبعها بيكون وسيع جدا، فهي بتمشي بكل سلاسة. والشغلة الثانية الفالفولار سيستم اللي ورجيتكم إياه، انه بيكون في عندنا زي صمام، فبيخلي الدم طالما دخل من الصمام ما عاد يرجع، فهو مضطر انه يكمل المسير تبعه. في عندنا الفينيولز، الفينيول هي اللي بتيجي بعد الكابيلاري بيد، مش احنا قلنا شرايين شرينات كابيلاري بيد، تجمع الكابيلاري بيد بيعطينا فينيول اللي هن الوريدات الصغيره، طبعا الدايمتر تبعها بيكون صغير من 8 لـ 100 مايكرومتر. the smallest one are called بوست كابيلاري فينيول، اصغر اشي اللي بيجي بعد الكابيلاري مباشره بنسميه بوست كابيلاري فينيول، بوست يعني ما بعد الكابيلاري فينيول. they are extremely porous، بتكون كثير 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 مثقبه لانها كثير صغيره، وبتكون هي ارتشاح للدم من الكابيلاري الها. fluid and rbc can move easily through their wall، ممكن تعبر من خلالها ال rbc's اللي هن الكريات الدم الحمراء، السوائل اللي بتكون جاي اصلا من الكابيلاري، تمام؟ يعني شغله بسيطه، هاي صوره بتوضح طريقه الانتقال، بشرح لكم اياها سريعا. هاي عندنا هون القلب، القلب راح يضخ الدم، هاي احمر احنا ماشيين تمام، عن طريق الارتري للارتريول تمام، بعد الارتريول رح يوصل عندنا للكابيلاري بيد تمام، بعد الكابيلاري بيد بصير في عندنا التشارك، هون بصير في عندنا دايفيرج، هون كونفيرج، بصير في عندنا بوست كابيلاري فينيول اللي هنا الفينيولات الصغيرة، بعد هيك بترجع على القلب عن طريق الفينز. طيب اخر اشي بالبلد فيزل بالاوعية الدموية، في عندنا الكابيلاري اللي هن الشعيرات الدموية، هي النهايات الصغيرة والدقيقة جدا 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 من الشرايين او الاوردة.
microscopic blood vessel made of one cell thick sample squamous epithelial cell. Simple squamous epithelial cell. نوع التشو اللي موجود فيه كثير مهم اللي هو thick simple squamous epithelial cell. ولا تغركم كلمة thick، وإنما هي صح هي كنوع نسيج هي بتكون thick، وإنما هي بتكون نهايات دقيقة جدا جدا. Distribute within tissue with exception of joint and tendon that lack capillary. طيب ركزوا معي شوي. هسا وين موجودة عندنا الكابيلاري؟ طبعا احنا نعرف الاشياء الرئيسية بالجهاز دوران، الاشياء الكبيرة واللي بنشوفها هي عبارة عن وريد وشريان. الكابيلاري هي عبارة عن شعيرات، هي امتداد الشرايين او الاوردة ضمن الخلايا، هي بتفوت على الخلايا، هاي اللي بتسبح جوات الخلايا مشان توصل لها الغذاء. فهي بتتوزع بكل انحاء الجسم، كل التيشو ما عدا، كثير مهمة، الجوينت المفاصل هاي ما بيكون فيها كابيلاري، والتندون اللي هي عبارة عن الأربطة. تمام؟ كابيلاري فيه منها ثلاث أنواع ما شاء الله، كله هون ثلاث أنواع. في عندنا continuous، في عندنا fenestrated، وفي عندنا sinusoid. منعيد، في عندنا continuous، في عندنا fenestrated، وفي عندنا sinusoids. هاي ثلاث أنواع من الكابيلاري. طيب خلينا نشوف شو مميزات كل واحدة. أول واحدة اللي هي continuous، عبارة عن squamous cell are uninterrupted and joined together by tight junction. من اسمها continuous فهي مستمرة، يعني هي تتالي من الشعيرات الدموية المستمرة مع بعضها البعض. نوع الخلايا فيها squamous حرشفية. في بينات tight junction عبارة عن ارتباطات وثيقة، بيكون يعني عشان هيك سميناها احنا متصلة أو continuous. Permeability is achieved through intracellular cleft to allow limited passage of fluid. طبعا النفاذية لهاي الكابيلاري بتتم عن طريق الانتراسيلولار كليفت. في عندنا مساحة بتكون ما بين الخلية وما بين الكابيلاري هاي، فبيصير في عندنا بهاي المساحة الفلويد اللي طالع من الخلية او اللي جاي للخلية او الويست برودكت اللي طالع من الخلية، بيصير في عند الارتشاح او النفاذية بتتم في هاي المنطقة اللي بنسميها intercellular cleft، اللي هي المساحة بتكون موجودة ما بين الخلايا. يعني في عندنا خلية جنب خلية، فبتكون هاي الكابيلاري بيناتن تلتقط او بتوصل اي اشي لهاي الخلايا. These capillaries are abundant بالسكن وبالمصل. موجودة اكثر اشي بالسكن، موجودة بالمصل. يعني احنا اذا بدنا نلخص نحكي انه الكابيلاري بننزل منها مثلا ثلاث خطوط. تمام؟ في عندنا الكونتينيوس، وفي عندنا الفينستريتد، في عندنا السينيسويد. طيب الكونتينيوس شو نوعها؟ سيكواموس. مثال عليها بالسكن وبالمصل بس. هلأ بنيجي على الجزء الثاني اللي هو الفينستريتد. Some endothelial cells are converted to porous. يكون هاي مثقبة كثير، هاي مميز فيها انها هي كثير فيها ثقوب، فالنفاذية بتكون فيها عالية، فهي على الأغلب بتدخل الأشياء الأكبر من الكونتينيوس. This type show greater permeability، زي ما حكيت لكم انه النفاذية تبعتها بتكون اكبر. دائما لما نحن لما نحكي انه عندنا بورس عندنا ثقوب، فهي راح تدخل اشياء اكبر من الكونتينيوس اللي بيكون شكلها مستمر، فما في عندنا مجال كثير للبيرميابيليتي. موجود اكثر اشي بالكيدني، فينستريتد كيدني، ربطوها ربط، لانه الكيدني هي مركز التصفية، هي مستودع او شركة او مصنع التصفية بالجسم اللي بصير فيه ارتشاح للدم هي الكيدني، فلازم تكون هي بورس عشان يكون في عندنا تبادل للمواد بشكل كبير. النوع الثالث اللي هو السينوسايد. They are highly modified for great permeability as in liver, bone marrow and lymph node. هاي كثير 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 بيكون في عندها اكثر اشي طبعا بيكون فيها permeability. في عندنا الليفر مثال عليها، او البون مارو، او الليمف نود اللي هو موجودة بالجهاز الليمفي. هاي في بيحكينا الكابيلاري تين تو فورم نتورك كولد كابيلاري بيد. حكينا عن الكابيلاري بيد اللي هي شبكة اتصال او تواصل الارتري مع الفين، اي عبارة عن الكابيلاري بيد. في عندنا مصطلح تسمى بالميتاتريول ثروفار شانل ميك كونكشن بتوين ارتريول اند فينيول، هي المنطقة اللي بتربط او القناة اللي بتربط الارتري او الشرايين مع الوريد. تمام؟
في عندنا مصطلح آخر للترو كابيلاري، بنسميه ترو كابيلاري اللي هو الكابيلاري الحقيقي، هو عبارة عن خط مستقيم لما يكون في عندنا الشريان لأرتريول وماشي بخط مستقيم بيتصل مباشرة مع الفينيول بنسميه ترو كابيلاري. طيب في عندنا راح نحكي هسه عن البلاد فيزل أناستوموسز، هي عبارة عن مناطق أو يونت قطع أو خلينا نقول جزء أو ستراكتشر من ضمن البلد فيزل سواء كانت أرتيري فين أو كابيلاري. في عندنا ثلاث أنواع، في عندنا الأرتيريال أناستوموسز، في عندنا الأرتيريو فينوس أناستوموسز، في عندنا الفينوس الأتريال أو الأرتيريال عفوا. سيفرال أرتيري ذات سبلاي سيرتين ريجون ألتيميتلي ميرج تو فورم arterial anastomosis. طبعا لما يكون في عندنا اكثر من artery بغذي منطقه معينه كلهم بتجمعوا ضمن واحده بنسميها الarterial anastomosis. يعني مثلا في عندنا شريان بيتفرع لاكثر من شرايين بيوصل على خليه او عضو معين، فتجمعهم راح نسميه arterial anastomosis. بنفس this anastomosis permit communication between vessel to provide alternative pathway called collateral channel. يعني زي منطقة خلص هاي الأربع خمس شرايين مسؤولة عن تغذية هاي المنطقة، فخلص يعني استقلوا ذاتيا خلينا نقول، بنسميهم collateral channel، هن قنوات تجمع منفصل خلينا نحكي ضمن منطقة معينة. زي في عندنا دورة دموية خاصة بالكبد تسمى الهيباتيك circulation، هيباتيك بورتال سيركوليشن. فبيكون في عندنا الكبد له دورة دموية خاصة فيه، وفي عنده تجمع كبير له بيوصل لعنده كثير كمية كبيرة من الشرايين وبيطلع منه أوردة كثيرة. في عندنا الارتيريو فينوس أناستوموسز، هي عبارة عن توصيل زي مبدأ الكابيلاري ما بين التشانل تبعات الارتيريال أناستوموسز والفينوس أناستوموسز. في عندنا venous anastomosis between vein and it's much common and can be seen in dorsum of the hand. بالdorsum of the hand باليد بيكون في عندنا مشهور موجود عندنا venous anastomosis، هي مناطق تجمع للفين. هاي صورة بتوضح لنا venous anastomosis arteriovenous anastomosis. خلينا نشوف، عفوا خلينا احدد لكم بس، هاي الارتيريو فينوس انستموسيس هي منطقه التقاء، بس عندنا فين وعندنا ارتيري بيلتقوا مع بعضهم بغذوا منطقه معينه فسميناها انستموسيس. بالعربي صراحه ما بعرف شو معناها كمصطلح، ولكن هي عباره عن مصطلح اطلقوه العلماء عن تجمع لفين او ارتيري بغذي منطقه معينه، تمام؟ فلما يكون في عندنا اكثر من واحد بنسميه اناستوموسيس. لما نيجي نحكي عن البلس اللي هو النبض، كيف بيصير في عندنا نبض، او كيف نحن ممكن نحس بالنبض او نقيس النبض او نشوف النبض. The alternating expansion and recoil of elastic artery during each cycle create a pressure wave بنسميه البلس that transmitted through the arterial three with each heartbeat. مع كل نبضة قلب heartbeat، مع كل نبضة بيصير في عندنا expansion أو recoil، بيصير في عندنا زي انقباض وانضغاط للelastic artery اللي هن الأوردة اللي بيكون إحنا زي ما اتفقنا الشرايين، عفوا الشرايين فيها مادة الإلاستين الشرايين، فهي راح تتمدد وراح ترجع تنقبض لما يقل الضغط. يعني هي عملية سريعة جدا، فإحنا ممكن نقيس الضغط ونحس بهاي العملية اللي هي انقباض اللي هي الإكسبانشن والريكويل، إنه يتمدد ويرجع لوضعه الطبيعي. فكل ضخة من القلب بنسميها سايكل، بيعطينا بريشر ويف اللي هي عبارة عن موجة بنسميها بلس، ممكن نقيسها على جهاز الإي سي جي. طبعا إحنا كيف ممكن نحس بهاي البلس أو كيف ممكن نقيسها؟ بنعرف من البراكتس انه ممكن يتم قياس النبض او الاحساس بالنبض لما نحط مثلا ايدنا على التيمبورال ريجيون اللي هي بتكون تقريبا اعلى او اعلى الاذن الى الامام، وفي عندنا الفيشيال عن طريق مكان بالوجه معين، هسه بورجيكم الصوره. في عندنا الكومون هي الكارتويد، الكارتويد اللي هي بتكون بالرقبه
تحت الفك السفلي ممكن احنا نقيس النبض. في عندنا البراكيال والراديال والفيومرال او اذر ريجون، هاي زي ما بنشوف مناطق وين بنقيس فيها البلس. نيجي لإشي كثير حلو وممتع صراحة اللي هو السيركوليشن، الدورة الدموية. شرحنا كثير عن الدورة الدموية ولكن راح نحكي عنها بالتفصيل الآن. في عندنا نوعين من الدورات الدموية، في عندنا بولموناري سيركوليشن، في عندنا سيستميك سيركوليشن. مميزات كل واحدة انه فيهن شوية تعاكس وفيهن شوية اختلاف. البولموناري سيركوليشن، بولموناري يعني رئوي، اشي رايح الرئة وراجع من الرئة. سيستميك اللي هو بكل جهاز او كل اجهزة الجسم. طيب خلينا نشوف الصورة، نتبع على الصورة بعدين نشرح الحكي المكتوب. بداية من رقم واحد، بيكون في عندنا الدم موجود بالبطين الأيمن، البطين الأيمن اللي هو right ventricle، بيطلع إلى الأذين، أو عفوا بيطلع عن طريق الوريد أو الشريان الرئوي، بيروح وين؟ بيروح الرئتين، الرئة اليمنى والرئة اليسرى. تمام؟ إذا خلينا نعيد، في عندنا بطين أيمن، البطينات نحن اتفقنا إنه موصول فيها شرايين، بيروح على الرئتين اللي هن البولموناري أرتري على اليمين وعلى اليسار. طيب وصل على الرئتين، طبعا هذا الدم زي ما احنا شايفين لونه أزرق، يعني غير مؤكسج، يعني فيه واست برودكت، واست برودكت فيه سي او 2 ما فيهوش اكسجين. الرئة راح تنظفه وتشيل منه السي او 2 وتعطي او 2، طبعا بس اعطته او 2 اكسجين صار لونه احمر، فبيرجع عن طريق البورمون البولموناري فين. وين بيروح؟ بيروح على رقم 4 اللي هو الاذين الايسر. الاذين الايسر راح ينزله لوين؟ رقم 5 اللي هو البطين الايسر ليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل عن طريق الاورطه راح يوزعه لفوق اعلى الجسم او لتحت الجسم. الاورطه اللي هو الشريان الابهر هذا اساسي. صار عندنا برقم 7 فوق بالرسمة ورقم 8 نزل تحت الجسم وعلى الجسم، راح يرد يرجع الجسم 7 و8، طبعا هون راح يرد يرجع فوق هاي رقم 9، راح يرد يرجع عن طريق الوريد الأجوف العلوي وعن طريق 10 الوريد الأجوف السفلي السوبيريور فينا كيف والإنفيريور فينا كيف، راح يصبن كلهن وين؟ بالأذين الأيمن. الأذين الأيمن بيرجع بيوديهن لوين؟ لعند البطين الأيمن، وهكذا بتكمل هاي العملية. أنا شرحت لكم هيك على الرسمة العمليتين السيستميك والبولموناري. طيب لاحظتوا شغلة معينة، إنه في عندنا قاعدة بالكارديوفاسكولار إنه الشرايين دائما دائما تحمل الدم المؤكسج الأحمر ما عدا الشرايين الرئوية. الشرايين الرئوية دائما الشريان يعني موصل يعني بيودي. الشرايين الرئوية اللي هنا رقم 2 اللي بودي على الرئة اليمنى وعلى الرئة اليسرى، بنلاحظ انه بيحوي الدم الغير مؤكسج يعني لونه قاتم. تمام؟ على عكس ذلك الفين بكل الجسم يحمل الدم غير المؤكسج ما عدا الأوردة الرئوية اللي هنا رقمهن 4 خلينا نحكي، اللي بيرجعن الدم من الرئة الى القلب، بيحتوي هن عبارة عن فين ولكن بيحتوي على على الدم المؤكسج. فخلينا نعرف يعني كمصطلح شريان ووريد بالبولموناري احتوائه للدم بيكون عكس السيستميك. تمام؟ هاي الكلام كله موجود، واللي شرحته حكيته كله موجود، الاكسجينيتد والدي اكسجينيتد. ركزوا عليها، ارجعوا راجعوا الكلام، عيدوا الفيديو اكثر من مره لانه كثير كثير مهم هاي الدوره. هلا في عندنا ميجر ارتري اللي هن شرايين كثير مشهوره. عندنا الاورتيك ارتش ديفايد انتو سب كليفيان اند كارتويد ارتري. هذا الشريان الاورطه راح يتفرع لما يطلع من البطين الايسر، راح يتفرع الى سب كليفيان اند كارتويد، بيكون عندنا بالرقبه وهو طالع لعند الدماغ. Subclavian contain to give axillary artery that pass from the brachial artery. Subclavian هذا اللي طالع، إذا في صورة بورجيكم إياها، هي ممتاز الصورة هاي. في عندنا الأورطة، راح أكبر لكم الصورة. الأورطة لما يطلع من الجسم راح يتمد، راح يتفرع إلى فرعين، فرع بينزل لتحت وفرع بيطلع لفوق. Subclavian left artery
وفي عندنا الكارتويد. الكارتويد اللي هو بيجي بالرقبة، هذا اللي بنقيس منه النبض. والسبكليفيان هو اللي نازل لتحت، تمام؟ هاي اللي طالعات من الأورطة بكل بساطة يعني. البراكيال ارتري بينفراكتد انتو راديال اند النر. براكيال رايح هذا باتجاه الشولدر، رايح على على اليد من البراكيال العضد، فراح يتفرع الى الراديال والالنر اللي هي الساعد نسبة الى العظام او المصل الموجودة ضمن اليد. هي بنشوفن هون، هاي ال ما بعرف اذا مرسومات هون صراحة، بس ولكن هنا الموجودات باليد، تمام؟ هاي الراديال ارتري هي موجودة، ان شاء الله تكون الرسم ما بزبطش، هاي راح ارسم لكم اياهن. هاي عندنا الراديال ارتري، البراكيال اللي هو اصلا جاي على العضد، وفي عندنا الرينال لا الرينال اللي هو الرئة، ما بعرف اذا هم راسمينها. بغض النظر اللي هو الراديال والألنر، عفوا هذيك ألنر لازم تكون بس مش موجودة، مو راسمينها، ما علينا. اللي هن الراديوس والألنا اللي هي موجودة باليد. في عندنا الدايسندينج أورطة اللي هو اللي نازل نزول، بيشكل عندنا الثوراسيك أرتري ذات جيف برانش تو أبدومينال أورجان ستومك سبلين أند كيدني. وفي عندنا الابدومينال ارتري ميك كومون ايلياك ذات اكستندد تو فورميك ارتري بوبليتيال اند تايبيال ارتري. طيب خلينا نرجع نشرحهم ونلخصهم شو قصدهم قبل من الحكي. خلينا ندرج تدريج. بالبدايه راح يكون في عندنا الاورطه اللي هو الشريان الابهر الرئيسي اللي طالع من الجسم، اللي طالع عفوا من القلب. هذا الشريان راح يتفرع الى سبكليفيان ارتري ليفت ورايت، راح يكون واحد نحو اليمين وراح واحد نحو اليسار. هذول اللي نازلات نزول عوين بيروحن السبكليفيان. السبكليفيان بتفرع عن طريق البراكيال الى لكل يد اللي هي الرينيال والراديال عفوا والإلنا. في عندنا ايضا بيتفرع من الشريان الاورطة الكارتويد اللي هو اللي بيجي هذا بيمر عن طريق الرقبة وبيوصل عوين، بيوصل الى الدماغ. في عندنا ايضا ليفت ورايت، اي شريان في له مقابله شريان على الجنب الثاني، تمام؟ هاي خلصنا من فوق اللي فوق الدايفراغما وفوق القلب. اذا سبكليفيان بيروح على اليدين، وفي عندنا الكارتويد على الرقبه وعلى الدماغ. بعد هيك في عندنا بينزل، خلصنا من البريكل ومن الـ من الـ من السبكليفيان. في عندنا الدايسندينج اورطه اللي هو اللي نازل نزول، دايسندينج يعني نازل. ففي عندنا الدايسندينج أورطة، هذا بيكون بالصدر يعني بيكون نازل على الصدر وعلى البطن. الأبدومينال بيوزع الشرايين لكل أنحاء الجسم، لكل أنحاء خلينا نقول متوسط الجسم ما بين صدر وما بين بطن. ممكن يوصل إلى الحوض اللي هي الإيلياك أرتري، وبيوصل أيضا كمان بيظل نازل نزول للفيوميرال اللي هي عظمة الفخذ، أو مش عظمة الفخذ عفوا الفخذ بشكل عام، منطقة الفخذ. وفي عندنا البوبلت ليتيال، وفي عندنا التيبيال اللي هي التيبيا والفوبيلا خلينا نحكي اللي هي موجودة بالقدم. يعني هي هاي تفرعات الارتري نحن كل أنحاء الجسم، وكل ارتري نسبة إلى المنطقة اللي هو رايح عليها. بنفس العملية ولكن بشكل معاكس بالنسبة للفين، ميجور فين اللي هي ببلش دائما من انتهاء الارتري، انتهى الارتري اخر اشي بالقدم او اللور ليمب، فهو راح يبلش منها. في عندنا الجريت سيفانوس فين اند فيوماريك فين، هذول بيكون موجودات بالقدم بعد الكابيلاري بيد اللي موجودة بنهاية الشرايين، بيسحبن الدم من القدم بيضل طالعين فيه لفوق. في عندنا البوث إيلياك هاي الموجودة عندنا بالحوض، ليفت اند رايت ميت فروم انفيريور فينا كيف، هذول كلهم بيروحن بيصبن وين؟ بالانفيريور فينا كيف اللي هو الوريد الأجوف السفلي. طبعا هذول بيجمعن الدم من الابدومينال فين، من الرايت بيوصل لوين؟ للرايت اتريوم. متفقين على هذا الحكي. في عندنا الفينوس اللي موجودة بالهاند، بتبلش من الراديال والالنر فين ذات ميد بسيليكا براكيال سيفاليك فين سبكليفيان فين، بتجمعن كلهم مع بعضهم وبيصبن بالسوبيريور فينا كيف.
في عندنا الجاكولار فين، هذا كثير مهم مميز هذا الوريد. وفي عندنا السبكليفيان ذات ميت توجذر تو سوبريور فينا، كيف اتفقنا على هاي الامر. الجاكولار فين ليش انا بحكي لكم مهم، هذا احفظوه كثير مهم، هذا موجود بالرقبه. لما الواحد يعصب او يشد على يكون في عنده ستريس او يكون شاد على حاله او في مرض الهارت فيلر كثير مميز عندنا، بيكون بارز كثير هذا الفين. واصلا الانسان لما يحكي ويشد ويصيح او يعلي صوته ممكن يبرز عندنا ويبين هذا الفين، نسميه جاجولر. هاي توزيعهم بالجسم نفس توزيع الارتري ولكن بشكل معاكس، بيبلش زي ما قلنا احنا عندنا من اسفل الجسم، عندنا من القدم، من الفيوميرال، في منطقة الحوض ومنطقة الابدومينال والثوراسيك، بيصبن كلهم بالانفيريور. المنطقة اليد من راديال والالنار ومن سابكليفيان والكارتويد، هذول كلياتهم بيصبوا بالسوبيريور فينا كيف. هاي في عندنا صورة ثانية ايضا بتوضح توزع الفين والارتري بنفس ال، بس جامعينهم بصورة واحدة فيكم تطلعوا عليها. طيب هلأ أناستوموسيس اللي حكينا عنها إذا بتتذكروا، هنا تجمع أو مناطق بيكون عندنا عدة شرايين بتغذي منطقة منطقة واحدة. ضربت لكم مثال اللي هو الهيباتيك بورتر سيركوليشن، اللي هي دورة دموية مصغرة خاصة بالكبد والأوعية أو الأورغان الأعضاء المحيطة فيه. Vein from spleen, stomach, pancreas, gallbladder and intestine send their blood to the liver via the hepatic portal vein. يعني متفقين عندنا اللي هما السبلين طحال والمعدة والبنكرياس والمرارة والأوعية أو عفوا الأمعاء، إنه يجمعوا الدم اللي طالع منهم بدل ما يوصلوا مباشرة للقلب. بيقولوا خلص أقرب شي عندنا زي نائب عن القلب اللي هو الليفر، بيوصلوا للليفر الدم اللي طالع منه عن طريق شيء اسمه الهيباتيك الهيباتيك بورتال فين. هيباتيك اللي هي رمز او مصطلح بيدل على شيء له علاقه بالليفر، فلما بدنا نحكي عن شيء له علاقه بالليفر بنقول هيباتيك، زي ما بنحكي عن الكدني بنقول رينال. طبعا اي دم طالع من هذول الاعضاء بيروح على الفين عن طريق عن الليفر عن طريق الهيباتيك بورتال. In the liver the venous blood mingle with artery blood in the capillaries and it's eventually drained from the liver by hepatic vein that join inferior vena cava. طبعا الليفر ليش بيقوم بهاي العملية، انه بيجمع زي هو زي بول بياخذ بياخذ الدم من هاي الاعضاء، هو بنفسه بيرجع بيوصلهن لوين، بيرجع بيوصلهن للانفيريور فينا كيف، يعني زي هو مكان بيتجمع فيه الدم بعدين برد بيرجع الى القلب. بكل بساطه هاي رسمه بتوضح عندنا، بنشوف هون عندنا هاي عندنا المعده الاستومك بنشوف، وفي عندنا هاي السبلين طحال، وفي عندنا البنكرياس، وفي عندنا الانتستين سواء كانت لارج او سمول كلياتهم نشوف باللون الازرق بيطلع منهم الاورده اللي هن الهيباتيك بورتال فين. بنلاحظ انه ما في عندنا هون ارتري، لانه مو الكبد هو اللي بيوزع لهاي الاعضاء، لا على العكس تماما، اللي بيوزع لهم هو القلب بس، ولكن هم اتفقوا انه بعد ما ياخذوا حاجتهم من الدم كلياتهم هذول يرجعوا الدم الى الكبد، والكبد يصطفل يتصرف ويوديه لوين، لعند القلب عن طريق الانفيريور فينا كيف. وهيك بنكون ان شاء الله اتممنا الجزء الثاني من الكارديوفاسكولار سيستم، ويعطيكم الف عافيه.